السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نقوم بعملية تحليل التباين الثنائي، والذي يسمى باللغة الإنجليزية two-way ANOVA. يستخدم هذا الاختبار في حالة وجود متغيرين مستقلين أو أكثر لكل مستوى من المستويات أو أكثر، كان يكون لدينا متغير الجنس ذكر وأنثى ومتغير المستوى التعليمي الذي يكون في التحصيل الدراسي مختلف، كان يكون ابتدائية وإعدادية وبكالوريوس وإلى آخره. لقياس مدى تأثير هؤلاء المتغيرين المستقلين على المتغير التابع كالإنتاج مثلا، هناك في تحليل التباين الثنائي هناك أربع مصادر للتباين في المتغير التابع. أولا التباين الناتج عن المتغير المستقل الأول، وهناك تباين ناتج عن المتغير المستقل الثاني، وهناك تباين ناتج عن التفاعل بين المتغيرين السابقين، وأيضا التباين الرابع ناتج عن خطأ القياس. وكما ذكرنا سابقا إن الشروط التي تطبق على تحليل التباين الأحادي أيضا تطبق على الثنائي، التحليل التباين الثنائي. سوف نقوم بأخذ مثال، هذا المثال سوف نقوم بإدخال بياناته ونطبقه. المثال هو يقول: قامت إحدى الشركات بإجراء بحث علمي على عينة مكونة من 16 فرد حول إنتاجية موظفيها، وحاولت الربط بين الإنتاجية حسب جنس الموظف إذا كان ذكر أو أنثى، وأيضا عمره. سوف نقوم بعمل فئات للعمر، وأيضا إعطاء أكواد لمتغير الجنس، ومتغير الوحدات المنتجة سوف نتركها كما هي. بداية نقوم بتصميم المتغيرات، نذهب إلى شاشة تصميم المتغيرات Variable View ونقوم بتعبئة البيانات. هنا نكتب الجنس، نصفر الديسمال، لا يوجد لدينا مراتب عشرية، لا حاجة لكتابة الليبل لأنه كتبنا هنا الجنس. وفي الفاليو نقوم بتعريف الإجابات: 1 للذكر، 2 للأنثى، ثم نضغط OK. وهنا نستطيع أن نضعه nominal أو ordinal، لا يهم. وأيضا سوف نقوم بإدخال المتغير الآخر، متغير فئات العمر. نلاحظ البرنامج اعترف على طريقة الإدخال، يقول من ضمن شروط كتابة الأسماء أن لا تترك فراغات بين كلمة وأخرى، فلذلك نستطيع أن نتحايل على البرنامج ونضع underscore ونكمل الكتابة فيقوم بتقبلها. ندخل هنا فئات العمر، رقم 1 للفئة الأولى وهي أقل من 20 عام، والفئة الثانية هي من 20 إلى 40 عام، والفئة الثالثة أكبر من 40 عام. وأوكي، وهنا الفئات نستطيع أن نترك لها رتب أو نعطيها كمي، لا يهم لأنه قمنا بتعريف. الوحدات المنتجة لدينا هنا نكتبها كما هي، الوحدات المنتجة لكل
موظف حسب طبيعة الجنس، أيضا نصفرها. ثم نذهب إلى داتا فيو ونقوم بتعبئة البيانات. وهنا نكتب فئات العمر، الفئة الأولى، الثانية، الفئة الأولى، الفئة الثالثة، الفئة الثالثة، وهكذا. وأيضا نأتي إلى الوحدات المنتجة ونقوم بإدخال البيانات الخاصة بها. بعد إدخال البيانات نقوم بتطبيق الاختبار. من قائمة Analyze نختار هنا هذه المرة General Linear Model وليس Compromise، ثم نختار Univariate. فتظهر لدينا شاشة Univariate، نقوم بتعبئة البيانات كما يلي. في حقل Dependent نقوم بإدخال الوحدات المنتجة، وفي حقل الفيكسد فاكتور نقوم بإدخال متغير الجنس ومتغير فئات العمر. ولقياس التفاعل والاختلاف بين المستويات نذهب إلى زر موديل، ثم نفعل خاصية الكوستم ونقوم بإدخال المتغيرات إلى الموديل. بداية نقوم بتأشير نوع البناء هو Many Effects، وندخل المتغير الأول ثم المتغير الثاني. والآن بعد إدخالهما نعود ونختار Interaction هو التفاعل بين الاثنين. نختار اعترض البرنامج يقول لدينا متغير قد تم تعريفه على أنه متغير وصفي، لا أستطيع أن أقوم بهذه العملية. نغلق هذه النافذة ونعود إلى شاشة تصميم المتغيرات ونعطيه متغير سكول، وأيضا هذا هو أيضا سكول. ثم نعود لنطبق الطريقة مرة أخرى، Analyze، General Linear Model، Univariate. وأيضا نلاحظ الآن قد جاءت المتغيرات جميعها. ندخل الوحدات المنتجة في Dependent ومتغير الجنس وفئات العمر في Fixed Factor في يعني حقل المتغيرات المستقلة، من ثم إلى Model، ومن شاشة الموديل نفعل Custom، نختار Main Effect، ندخل متغير الجنس ومن ثم فئات العمر. المين افكت هو قياس تأثير كل متغير على حدة، ومن ثم نقوم باختيار الانتراكشن التفاعل ما بين المتغيرين ونقوم بتضليلهما معا. نضغط اول مرة على المتغير الاول الجنس ونضغط على زر الكنترول في الكيبورد، و مع استمرار بالضغط نؤشر على المتغير الآخر، ومن ثم ندخلهما معا، ثم نختار Continue، ومن ثم نذهب إلى زر Construct. من هذا الزر نلاحظ مجموعة من هذه الطرق،
الطريقة الأولى تستخدم الديفيشن، تستخدم لمقارنة بين متوسطات كل فئة من فئات المتغير المستقل مع المتغير عفوا مع المتوسط الكلي. والطريقة الأخرى السمبل، تقارن متوسط كل فئة مع محددات تفيد في حالة وجود مجموعة مراقبة. والديفرنس، تقارن متوسط كل فئة مع متوسط الفئات اللاحقة ما عدا الفئة الأولى. وهيلمرت، يقارن متوسط كل فئة مع متوسط الفئات اللاحقة ما عدا الفئة الأخيرة. والريبيتد، تقارن متوسط كل فئة مع متوسط الفئات السابقة أيضا ما عدا الفئة الأخيرة. والبولينوميال، تقارن التأثيرات الخطية والتأثيرات التربيعية والتأثيرات التكعيبية وهكذا. حقيقة الأكثر استخداما وما نحتاجه هو متغير الهيلمرت، ومن ثم نختار كونتينيو، ومن ثم نختار زر أوبشنز. هنا نأتي إلى اختيار زر أوبشنز لنؤشر ما نريد من هذه. بداية ندخل متغير الجنس، ومن ثم متغير فئات العمر، وبعدها المتغيرين مع بعض، ونفعل هذه في الديسبلاي. نقول له نريد إحصاءات وصفية descriptive statistics، وأيضا نريد اختبار homogeneous test، أي هو اختبار سي في تيست الذي يقيس التجانس، وأيضا significant كما هي 0.5% قيمة مستوى الدلالة. ثم نضغط continue، ثم نضغط البوست هوك، عفوا البوست هوك بوست هوك، وندخل أيضا المتغيرات من هذه النافذة التي اخترناها للبوست هوك لقياس المقارنات البعدية كما في السابق، ونختار شيفي تيست، ومن ثم كونتينيو. والآن نضغط على اوكي، فتظهر لدينا هذه النتائج. في الجدول الأول يقول هناك مستويين، مستوى الجنس ومستوى فئات العمر، وهذه value label هي عناوين المتغيرات وقيمة كل مشاهدة. في هذا الجدول، جدول descriptive statistics، الإحصاءات الوصفية، نجد المستوى الأول فئات العمر مع الجنس الذكر، والمستوى الثاني فئات العمر مع الإناث، والمين المتوسطات لكل مستوى، والستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري، وأيضا عدد المشاهدات لكل فئة من الفئات. وهذا هو جدول لليفين تيست، لاختبار ليفين تيست الذي قمنا بتأشيره لقياس التجانس. هذا هو جدول التيست of between subject effect لقياس التأثير بين المتغيرين. هذا هو جدول فيه إحصاءات وصفية للجنس مع الوحدات المنتجة، وهذه فئات العمر. ما يهمنا حقا هو هذا الجدول والجدول الذي بعده. الآن سوف نقوم ب بشرح كل جدول من هذه الجداول. الجدول الأول يقيس
الإحصاءات الوصفية، المتوسطات والانحراف المعياري لإنتاج كل فئة من فئات الأعمار ولكل من الجنس حسب الذكور والإناث. نجد مستوى المعنوية هو 0.13%، وهو أكبر من 0.5%، أي يعني أن هناك تجانس في أخطاء التباينات. في الجدول الثالث هو لاختبار تأثيرات between subject effects، حيث تبين أنه لا توجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين الجنس والمتغير التابع من خلال قيمة الـ p-value، نجدها 0.15% وهي أكبر من 5%. أما في اختبار التأثير بين فئات العمر والمتغير التابع، نجد هنا تأثير معنوي لفئات العمر على المتغير التابع. وفي عند التفاعل بين المتغيرين المستقلين فئات العمر والجنس على المتغير التابع، نجد هناك عدم وجود دلالة إحصائية. في جدول المقارنات البعدية نجد في أما في الجدول الرابع الذي يخص المقارنات البعدية البوست هوك تيست، نجد هنا في المستوى الأول عند فئات العمر من 20 إلى 40 ومقارنتها مع الأقل من 20 عام، قيمة المتوسط فروق المتوسط نجدها غير معنوية لأنها أكبر من 5%. وأيضا عندما نقارن فئات العمر أكبر من 40 عام مع فئات العمر من أقل من 20 عام، نجد أن متوسط الفرق هو 31.47%، وعند مقارنة مع بيت فاليو 0.5% نجده أقل، نجد هنا تأثير معنوي في هذا المستوى. وأيضا عند المقارنة بين في المستوى الثاني عندما يكون فئات العمر أكبر من 40 عام مع فئات العمر من 20 إلى 40، نجد أيضا متوسط الفرق قيمته 22.67%، وهل هو معنوي أو لا؟ نأتي إلى هذا العمود ونجد قيمته أقل من 5%، فإذا هناك فرق معنوي. عند اختبار الشيفي تيست لمقارنة التجانس بين متوسطات الفروق، نجد أن فئات العمر من 20 إلى 40 وأقل من 20 عام لا يوجد فروق معنوية حقيقية بين هذه المتوسطين، ولكن عندما نأتي إلى فئات العمر من 40 عام فأكثر، نجد هناك متوسط فرق 28.33، أي هناك اختلاف في الإنتاجية للأعمار بغض النظر عن طبيعة الجنس، ولكن فرق العمر يعطينا اختلاف في كميات الإنتاج. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، نراكم على خير في الدرس القادم.